دشنا حاكم إقليم البطحاء جان برنار باداري مخزن تموين لأعلف المواشي. المخزن تم بناؤه من قبل الفيدرالية الإقليمية لتجمعات الرعاة بالبطحاء. محمد طاهر جبريل حور. مخزن تموين إقليمي لعلف الماشية، إنه إنجاز للفيدرالية الإقليمية لتجمعات الرعاة بالبطحاء. كلف بناؤه نحو 11 مليون من الفرنكات الإفريقية وفقا لرئيس الفيدرالية الفضيل شوا. مخزنها الكبير الإقليمي لتخزين ألفة البهائم، وهو يستطيع تدخير 4000 شوال وتبلغ مساحته 10 متر مربع. هذه الخطوة تندرج ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية الرامي إلى تنمية قطاع الثروة الحيوانية ومنه العالم الريفي. هذا ما جاء في خطاب المندوب الإقليمي للتنمية الريفية بالبطحة يوسف خميس أرامي. وأشاد المندوب بإنجازات الفيدرالية الإقليمية للرعاة التي ما فتئت تساند المندوبية في حل المشكلات التي تعترض الرعي والرعاة في الإقليم. أما حاكم إقليم البطحة جان برنار باداري الذي ترأس المناسبة قال إن إقليم البطحة يمتاز بكثرة مواشيه وممارسة عدد كبير من المواطنين للرعي، إلا أن المنشآت الخدمية ضئيلة للغاية، ما يكسب بناء هذا المخزن الجديد أهمية كبرى. وطلب الحاكم من الفيدرالية أن تعمل على جلب المزيد من كميات العلف وتخزينه بغية الاستفادة منه خلال الفترات العصيبة. بعدها قام الحاكم بقص الشريط إذانا بتدشين المخزن قبل أن يتجول بداخله للوقوف على الكمية الموجودة من العلف. كما عقد حاكم إقليم البطحاء جان برنار باداري اجتماعا مع ممثلي الأحزاب السياسية وكذا مسؤولي جمعيات المجتمع المدني. الاجتماع ناقش المسائل المتعلقة بالأمن والنزاعات القبلية بالإقليم. لمرة ثانية محمد طاهر جبريل الحور. ممثلو الأحزاب السياسية للأغلبية الرئاسية والمعارضة وكذا مسؤولو جمعيات المجتمع المدني حضروا هذا الاجتماع الذي دعا إليه حاكم إقليم البطحة جان برنار باداري. التفكير معا من أجل وضع خطط لمحاربة ظاهرة عدم الأمن وكذا وضع حد للنزاعات القبلية هو الموضوع المحوري لهذا الاجتماع. استهل الحاكم اللقاء بتنوير الحاضرين بأهم المستجدات في الساحة الأمنية بعموم الإقليم، حيث ذكر على سبيل المثال حادثة قتل سائق دراجة الأجرة المعروف بالكلاندو في 30 يوليو بمدينة آتيا على يد شخصين بغرض سرقة دراجته. وأبان الحاكم بأن الشرطة قد تمكنت من إلقاء القبض على أحد المجرمين. وتناول الحاكم أيضا النزاع القبلي الذي حدث مؤخرا بمنطقة الطويل في مركز إداري الصنيت، حيث راح ضحية هذا النزاع 3 من المواطنين. هذه المسائل وفقا للحاكم تتطلب تضافر الجهود بين الإدارة وقادة الرأي من سياسيين وناشطين اجتماعيين من خلال توعية المواطنين وكذا تكوين لجان يقظة بكل الأحياء والقرى. وفي مداخلتهم تناول ممثلو الأحزاب السياسية والمجتمع المدني أسباب تفشي ظاهرة عدم الأمن وكذا زيادة النزاعات القبلية، طالبين من الإدارة ضرورة تأسيس نقاط أمنية إضافية ببعض أحياء مدينة آتيا للسحر على أمن المواطن. وبالعودة إلى العاصمة جمينا، حيث أنهى المشاركون في أعمال الورشة الخاصة بدراسة وتقييم مشاريع تمكين المرأة المنظمة من قبل وزارة المرأة. الورشة اختتم أعمالها الأمين العام للوزارة عبد الكريم باطل توي آدم أبو بكر إدريس والمزيد من التفاصيل. بحضور السلطات الإدارية والعسكرية لإقليم حجر لميس، جاء الحفل الختامي لأعمال الورشة الخاصة بالدراسة وتقييم استغلالية المرأة والبنت في المجالات التنمية وترقيتها. هذا وبعد قراءة خلاصة الأعمال، فقد رفعت القرارات والتوصيات الصادرة من الورشة إلى الحكومة والشركاء بمضاعفة الحملات التوعوية وتغيير السلوك في المجتمع، والعمل على مساعدة القطاعات الشبابية والنسوية
وتشجيع المبادرات الرامية إلى تحقيق مكاسب اقتصادية والتنموية لصالح المرأة والشباب. أول من قبل كده عندنا برنامج، لكن ما نعرف يعني كيف نسوي مشروع عشان نقدمه ونستفيده، لكن الحمد لله اليوم عرفنا يعني كيف نكونوا مشروع عشان نستفيده. ويعني حتى الهدف اللي احنا لقينا ده ما بنقعد فوق، احنا ذاتنا نمشي نودي لاخواتنا ونوصلوا لهم ونفهمهم بكونوا كيف الجروب ما ده باخدين، لان المراه دي هي بس اساس التنميه وهي بس اساس المستقبل واساس النهضه. ومن ثم قدم حاكم الاقليم اليو عبد الله ادم كلمة شكر فيها المشاركين على مواصلتهم في الأعمال ومناقشة الموضوعات التي تدعو إلى تمكين المرأة والبنت على استغلاليتها ومشاركتها في القطاعات التنموية. وعقب ذلك قدم ممثل وزيرة المرأة وحماية الطفل عبد الكريم باطل توغوي قدم كلمة طمأن فيها المشاركين على رفع مخرجات الورشة إلى الجهات المختصة، ووعد على دعم المشروعات العالقة بتمكين المرأة واستغلاليتها عبر مشروع استغلالية المرأة في الإحصاء الديموغرافي، وذلك استجابة للمعطيات الميدانية في الأقاليم الأربعة كانم والبحيرة وحجر لميس والسلامات. وعلى هامش حيثيات الورشة أوضح حاكم إقليم حجر لميس أن مدلولات الورشة ناخشوا في مواد كثير، مواد هنا التنمية، مواد هنا تنظيم المرأة، يعني يكون في ذاته يكون مسؤولة في تنمية هنا البلد. ونذكر بأن الورشة الخاصة بتقييم ودراسة استغلالية المرأة في الأقاليم المذكورة آنفا ضمت قرابة 40 من المشاركات والقيادات للجمعيات النسوية، واستمرت 3 أيام على التوالي بمنتجع دوغيا.